ولتسليط الضوء أكثر على الانهيار الاقتصادي في لبنان في ظل مناكفات سياسية يتبناها فصيل سياسي له أجندته التي تقف عائقا أمام خروج لبنان من الأزمة، ينضم إلينا علي شندب الكاتب والصحفي اللبناني عبر سكايب من طرابلس. أهلا بك معنا سيد شندب. أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا بك سيد شندب. يعني مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي لتحصيل قرض بقيمة 10 مليارات دولار كما تعلم تعطلت، وأزمة في البنك المركزي على خلفية تهريب أموال، وأيضا هناك عصا في الدولاب لتعطيل تشكيل وزارة يأبى الثلث المعطل إلا أن يستحوذ على وزارة المالية فيها. يعني في ظل كل ذلك كيف ترى تعاطي الأحزاب مع الأزمة الاقتصادية اللبنانية؟ مساء الخير، شكرا لكم والتحية لكم ولمشاهدي قناة الرافدين. في الحقيقة إنها الطبقة السياسية التي تظاهر الشعب اللبناني في 17 تشرين 2019 ضدها بهدف الإطاحة بها، إنها منظومة الأمونيوم والفساد والمال والسلطة والسلاح، وهي المنظومة التي اليوم تتصارع على جثمان لبنان، على كفن لبنان، يحاولون اقتطاعه بأي شكل من الأشكال. الطبقة السياسية تتناتش الكفن اللبناني. الوضع في لبنان سيدي بات معلوما للجميع، المستجد فيه هو ما فعلته النيابة العامة السويسرية بتحريك ملف حاكم مصرف لبنان والكلام عن تحويلات له. أعتقد بأن المسألة تتجاوز القضاء السويسري لمستويات أوروبية ودولية أخرى، لأن عصب النظام ومنظومة الفساد في لبنان يقبع في مصرف لبنان، حيث النسب، حيث الهندسات المالية، حيث التمويلات للمشروعات الكثيرة. وحده مصرف لبنان يعرف أين ذهبت المليارات خارج لبنان، أين هي ودائع اللبنانيين، ماذا حصل بودائع ملياريا، لماذا هذا الانهيار في العملة. كل هذه الإجابات موجودة لدى مصرف لبنان، ويبدو بأنهم قد أمسكوا باليد التي لا توجي حاكم مصرف لبنان بشخصه، ولو أنه شطب تقريبا عن الترشح الآن بسبب هذا الملف لرئاسة الجمهورية، إنما عبر لي عنق وزراع حاكم مصرف لبنان. هناك لي وعنق لكامل المنظومة السياسية باستثناء حزب الله. نعم، يعني بما أنك أتيت على هذا الموضوع، تحقيق سويسرا بقضية مصرف لبنان، كيف ستؤثر نتائج التحقيقات على تموضع القوى السياسية والتحالفات في لبنان؟ هذه مسألة جديدة على الوضع السياسي اللبناني وعلى الوضع الاقتصادي اللبناني. بدون شك هي مسألة إعصارية، لا قدرة للطبقة السياسية اللبنانية على لفلفة مثل هكذا ملف مالي دولي. هم لديهم قدرة على لفلفة الأمور المتعلقة بوزاراتهم وإداراتهم، ولفلفوها، وبينها التحقيق بانفجار مرفأ بيروت. إن هذا التحقيق يعني بدأ الآن وكأنه يتبخر، وبالتالي هناك خوف كبير لدى الطبقة السياسية من القضاء السويسري ومن من يقف خلف مبادرة القضاء السويسري. وهناك سجلات إعلامية وسياسية وتواصلات غير معلنة كثيرة في لبنان. أعتقد هذه المسألة تستجيب لمطالبات الشعب اللبناني عندما كان يطالب بإسقاط حكم حزب المصرف، وبالتالي الآن بدأ هذا الأمر في استجابة دولية له، خصوصا وأن لبنان كما تعلم ويعلم الجميع والساسة في لبنان قد أجهدوا المبادرة الفرنسية، مبادرة ماكرون الذي سبق له وأن قال لقد تعرضت لحفلة خيانة جماعية في بيروت. أيضا إذا أردنا يعني الذهاب إلى ملف العاطلين عن العمل، فهو يعني 430 ألف عاطل عن العمل بما نسبته 32% من القوى العاملة في لبنان. يعني السؤال هنا، كيف لبلد أن يخرج من أزمته وأن يقدم أيضا الضمانات للمستثمرين والمقرضين لدفع اقتصاده في ظل نسبة البطالة هذا؟ من هو المتسبب في وصول لبنان إلى هذه الحالة برأيك؟
الشعب اللبناني سيدي الكريم خرج إلى الشوارع وملأ الساحات متحررا من انتماءاته الطائفية والمذهبية والسياسية، موجها غضبه ضد طبقة سياسية متكاملة أنهكت الاقتصاد وقادت البلد إلى ما بعد الانهيار. ويرعى هذه الطبقة ناظمها وعمودها الفقري حزب الله، الذي يحاول باستمرار زعيمه حسن نصر الله القول بأنه هذه الحكومة ليست حكومته ولا علاقة له بما يجري ولا يتحمل مسؤولية، يشيع. لكن الأمور وصلت إلى الحدود ما بعد السفلة. اليوم في طرابلس عاصمة لبنان الثانية التي حولتها السياسات كما نعلم إلى بلدة ثانوية، هناك حراك شعبي خطير تجسد في قطع كثير من الطرقات على مستوى كل طرابلس وساحة النور فيها، وعلى مستوى أيضا طريق طرابلس عكار عبر مدينة البداوي. وأيضا هناك عدم التزام بالكورونا، هناك كفر بالإجراءات الحكومية، هناك عدم ثقة من قبل الشعب بإجراءات الدولة اللبنانية، وخصوصا بأنها بصدد تمديد الأقفال تحت لمواجهة تداعيات كورونا. كورونا أيضا لا الدولة استطاعت أن تديره بالشكل المطلوب، ولا الشعب اللبناني، ولا أعمم، ولا نسبة وازنة من الشعب اللبناني التزمت بتداعيات الوقاية من هذه الجائحة، لأن اللبنانيون يعتقدون ومصرين على أنهم يواجهون عدة جوائح تفترس هذا الوطن وليس جائحة واحدة. وأهم جائحة في هذا البلد هي جائحة الطبقة السياسية، والتي يرعاها من الخلف والأمام حزب الله. طيب سيد شندب، ختاما بالنسبة لتصريحات وزير الخارجية السعودي، برأيك كيف سيتعامل معها حزب الله، وخاصة يعني أيضا بالنسبة للشارع المؤيد لحزب الله، كيف تتلقف هذه التصريحات؟ أبدا، هو حزب الله سبق له وسبق لزعيمه حسن نصر الله بأن هدد السعودية من بيروت وهدد آل سعود، وبالتالي هم يريدون يرحبون بالمال السعودي إن أتى. لكن هذا المال السعودي فيما لو أتى، أو الخليجي أو العربي فيما لو أتى، ضمن النسق السياسي القائم في البلد، فإنه سيمكن حزب الله من شد قبضته على عنق القرار السياسي والأمن والاستراتيجي والاقتصادي في البلد. وبالتالي الموقف السعودي هو منسجم مع الموقف الأمريكي والأوروبي، لا مساعدات لحكومة تقترب من حزب الله. نعم، إذن علي شندب الكاتب والصحفي اللبناني كنت معنا عبر سكايب من طرابلس، شكرا جزيلا لك.